إذا هناك كان لقاء أيضا بين رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي ورئيس البرلمان مع السفير الفرنسي أندري برا. نشاهد الصورة التي نشرها حساب الأستاذ راشد الغنوشي عن هذا اللقاء، وقال أنه تناول مستجدات يعني على الساحة الوطنية وتدعيم العلاقات بين الجانبين التونسي والفرنسي، وكان حاضرا في اللقاء الوزير أو رئيس الحكومة السابق ووزير الداخلية السابق علي العريض. كيف تعلق دكتور أحمد على هذا اللقاء الذي جمع بين أو جمع الرجلين؟ نعم، هي هذه الزيارة الثالثة منذ 25 جويلية، يعني منذ الانقلاب. هذه الزيارة الثالثة لسفير فرنسي بمقر رئيس البرلمان الأستاذ راشد الغنوشي ورئيس حركة النهضة. لكن هذه الزيارة طبعا تأتي في ظل تهديدات تقول يروجها البعض خصوم سياسيين لحركة النهضة أن الرئيس قيس سعيد سيأخذ قرار يوم 17 ديسمبر بحل بعض الأحزاب السياسية ومنها حركة النهضة. لكن زيارة سفير فرنسا تعطي إشارة إيجابية أولا بخصوص العلاقة بين فرنسا وتونس، بخصوص أيضا أن السفير الفرنسي يعطي مؤشر إيجابي أن البرلمان التونسي لم ينتهي بعد كما يتصور الجميع، وأن فرنسا تدعم الخيار الرجوع إلى الشرعية الدستورية. وإلا كيف نفسر زيارة في أعلى مستوى تقول أن الذي يمثل الدولة الفرنسية هو السفير يزور رئيس البرلمان، بالتالي هو يعطي رسالة إلى رئاسة الجمهورية ومن حوله أن لا مفر إلا الرجوع إلى الشرعية الدستورية. وفي نفس الوقت أقول أن ما زال يتمتع الأستاذ راشد الغنوشي ورئيس البرلمان بصورة أقول حسنة لدى الأوساط الدوليين، وقد زاره العديد من السفراء ومن بين السفير الأمريكي، وها هي أيضا السفير الفرنسي، رغم التأويلات التي يراد من ورائها إغراق تونس يعني في أزمة وفوضى لا يتمناها الجميع. طبعا أنا أقول هذه الزيارة تأتي أيضا بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر لطمأنة الجزائر، ونحن نعلم أن الجزائر ستكون الجزائر بصدد تحضير القمة العربية. ثم تأتي هذه الزيارة أيضا زيارة السفير الفرنسي قبل زيارة رئيس الوزراء الجزائري إلى تونس هذا اليوم.